في المحاضرة السابعة سوف نشرح الحركة الدائرية، وحكينا احنا عندما يتحرك جسم حركة دائرية في دائرة نص قطرها r له تسارع مركزي، وهذا التسارع بيساوي مربع السرعة على نصف قطر الدوران. وقانون نيوتن الثاني بنعرف f بيساوي الان في ايه؟ زي ما عندنا عجلة مركزية يبقى عنده قوة مركزية بتساوي ام في الـ AC، ومنها الـ FC بتساوي ام في الـ V سكوير على R. ولاحظ انا بقول قوة طرد مركزية، يعني خارجة قوة الطرد مركزية، هذه خارجة من المركز الـ FC نتيجة حركة ايش؟ الجسم. أول تطبيق هاخدها عليها اللي هي الحركة الشاقولية. الحركة الشاقولية يعني كيف الحركة الشاقولية؟ انه هاي مثلا جسم هيك، هاي حركه شغليه، او عندي حبل وبلفه لف، هذا حركه شغليه، او حبل بلفه هيك، هذا حركه شغليه. ناخذ هاي عندي جسم بتحرك حركه شغليه، وناخذ جسم هايو، هاي قدرته الان بيعمل لي زاويه تيتو. نيجي نحلل القوة، عندي هان في جيل اسفل، وهاي عندي زاوية تيتا برضه بالتناظر، يبقى عندي ام في جي كوساين تيتا، وهاي عندي في شد، وهنا في عندي كمان اف سي قوة طرد مركزية. يبقى من الشكل هذا عندي تي حساوي الام في سكوير على ار زائد ام في جي كوساين تي. لا لو انا بدي جسم هان بجهر في البدايه كان جسم هان، يعني الزاويه تيتا بتساوي عند ايه مثلا؟ ناخذ عند الشد، عند الشد عند النقطه اي، عند ايه تيتا بتساوي صفر. نيجي نحلل، هاي ام في جي لاسفل، وعندي ام بي سكوير على ار لاسفل برضه للمخرج المركز، وعندي الشد لاعلى. حط لي فقط تيتا بدها تساوي صفر، اعطيني تي اي بيساوي الام في سكوير على ار زائد الام في جي كوساين الصفر بيساوي واحد. لو بدي اخذ عند النقطه بي مثلا، هاي الام في جي لاسفل، وهاي عندي قوه الطرد المركزيه ام في سكوير على ار، وهاي عندي الشد، حط هنا تيتا قد ايه بيساوي 90. حط تيتا بيساوي 90 كوساين 90 بيساوي صفر، عند التي بي يعني تيتا بتساوي 90 بتساوي فقط الشد بيساوي الام بي سكوير على ار. ونفس الشيء لو بتاخذ عند النقطه سي تيتا بيساوي 80، لاحظ هاي ام في جي، وهاي الشد، وهاي عندك الام في سكوير على ار. حط تيتا بيساوي 80 هتطلع عندك التي زائد الام في جي بيساوي الام في سكوير على ار. التطبيق اللي بعده، التطبيق اللي بعده على الحركة الدائرية اللي هو حركة البندول البسيط. حركة البندول البسيط، البندول البسيط. أول حاجة بتعرف إيش يعني كلمة بندول بسيط. البندول أول شيء عبارة عن سلك أو خيط رفيع مهمل كتلة بالنسبة للكتلة المعلقة، بيعمل لي زاوية بتحرك هيك، لازم تكون تيتا أقل من 15 درجة حتى يكون تاني الزاوية بيساوي الزاوية بالتقدير الدائري، وبنسميه بسيط لأن الإزاحة تتناسب تناسبا طرديا مع تسارع الجسم. نفترض هاي البندول طوله ألف، بيعمل لي زاوية تيتا، هاي عند الأم في جي، هاي عندي شد، بدنا نحلل الشد تي اكس وتي واي، هاي زاوية تيتا برضه بالتبادل. التي اكس التي اكس بيساوي تي كوساين تيتا،
والتي واي بيساوي تي ساين تيتا. التي اكس التي كوساين تيتا بيساوي الان في جي، وهي حتساوي قوه الطرد المركزيه الان في سكوير على ار تساوي الان في سكوير على ار. لو قسمنا تي ساين تيتا على تي كوساين تيتا حتساوي الان في سكوير على ار على ام في جي. التي والتي يروح مع بعض والام والام يروح مع بعض، بيظل عندي تان تيتا بيساوي الفي سكوير على ار في جي، ومن هالفي سكوير بيساوي ار في جي في تان الزاويه جي. طيب لو بدي اروح اجيب الزمن الدوري تي، التي بيساوي 2 باي ار على الفي، لكن انا عشان الجذر بديش اخذ جذر، بتاخذ الفي تربيع، يعني بتاخذ تي تربيع، حساوي 4 باي تربيع ار تربيع على الفي تربيع. التي تربيع حساوي 4 باي تربيع في ار تربيع على الفي تربيع ار في جي في ثاني الزاويه. تعال نيجي هنا نحسب تان تيتا، بتاخذ هذه المسافه كلها ار وطوله هنا ال، هاي هيقول بندول ال، هنا هيطلع جذر تربيع ال تربيع ناقص الار تربيع، يبقى تان تيتا بتساوي الار على جذر تربيع ال تربيع ناقص الار تربيع. بناخذها بتان تيتا هنا بيساوي الار على جذر تربيعي ال تربيع ناقص الار تربيع، هاي ار وار وار تربيع راح مع بعض، بضل عندي تي تربيع ايش حساوي؟ 4 باي تربيع على جي في ال تربيع ناقص الار تربيع. لكن لاحظ هذا بتحكي جذر، لو اخذنا ال 90 سم 90 936 وار اخذناها قلنا لازم تيتا تكون اقل من 15 درجه، هذا يمكن تتجاوز ال 1 سنتي. شوف 36000 ناقص 1 35999 حيظل الجذر تقريبا هذا كله حيساوي تقريبا ال 1000. ومنها التي تربيع حيساوي 4 باي تربيع على جي في 1000. لاحظ هذا علاقه الخط مستقيم. لو رسمنا لاحظ الزمن الدوري لا يعتمد على الكتلة، يعتمد فقط على طول البندول، يعتمد فقط على طول البندول. لو اخذت انا علاقة خط مستقيم هاي ال على الاكس اكسس والتي تربيع على الواي اكسس، اعطيني خط مستقيم السلوب تبعه حيساوي ال 4 باي تربيع على جي. يبقى لو اعطيتك طول بندول او الزمن الدوري قلت لك اعطيني جيب الطول، او اعطيتك طول الخيط والزمن الدوري، ببدا احسب عجله الجاذبيه الارضيه. التطبيق اللي بعده على الحركه الدائريه اللي هو حركه السياره على منعطف دائري. حركه السياره على منعطف دائري، وحناخد اول شيء انه المنعطف املس. طبعا هذا من المستحيل تلاقي طريق على منعطف او سياره تسير على منعطف املس، لكن احنا للتبسيط بدنا ناخذها هي السياره، هي حركه السياره على منعطف دائري. ناخذ هاي المنعطف، هاي المنعطف الدائري، وهي عند السيارة بدي اركب كبر الرطب شوية، هاي السيارة. أول حاجة ناخذ مسطح أملس، أملس لا هاي الآن في جي، وهي عند رد فعل السيارة رد فعل السطح، وعشان انا بحكي دائري يبقى انا عندي الام في سكوير على، لاحظ اني انا مهتم بقوه الطرد المركزيه،
مش مهتم برد فعل الصدر، برد فعل الصدر. عشان هيك انا هحلل هاي زاوية تيتا. هتيجي عندي هنا هحلل مين رد الفعل؟ ان ساين تيتا، وهنا هيجيني ان كوساين تيتا. حتى لا تنضغط السيارة لازم يكون عندي الان ساين تيتا بتساوي الان في سكوير على الار، ولازم يكون عندي الان كوساين تيتا بتساوي الان في جي. لاحظ لو قسمنا المعادلتين على بعض هيعطيني تان تيتا بتساوي الفي سكوير على الار في جي. نفس البندول لانه في اثنين حركات، في اثنين حركه دائريه. لكن لو انا بتاخد سطح حلقيت سطح خشن، باب سطح خشن، نفس الرسمه هي، لكن انا حيكون عندي انا ايش؟ اف كي. هاي زاوية تيتا، وحيكون عندي انا اف كي كوساين تيتا، وهنا حيكون عندي الاف كي ساين تيتا. في عندي هلقيت الرسم شوي معقده، وركز معايا حتى لا تنضغط السياره لازم تكون الصميشن على الاكس بيساوي صفر، حتى لا تنضغط السياره لازم تكون الصميشن على الاف اكس بيساوي صفر والصميشن على الاف واي بيساوي صفر. لازم يكون عندي الان بي سكوير على ار هي حتساوي الان ساين تيتا زائد الاف كي كوساين تيتا، ولازم يكون عندي الان كوساين تيتا حتساوي الان في جي زائد الاف كي ساين تيتا، والاف كي حتساوي ميو كي في رد الفعل. لاحظ ثلاث معادلات مهمه جدا. اي سؤال على الثلاث معادلات هذول بنحل. لاحظ انه رد الفعل جاي في كل المعادلات. رد الفعل جاي في كل معادلة، لكن انا بستخدم ثلاث حلول ثلاث معادلات بحل سؤال. في عندك سؤال 33 في الوحده الرابعه مطلوب حله منك للماده. بهيك بنكون خلصنا الوحده الرابعه، وسوف ننتقل ان شاء الله بعد قليل على الوحده الخامسه.